تحدثت عن موقف الخالصي الشيخ مهدي الخالصي وموقف السيستاني، هل تعتقد أن السيد السيستاني أراد أن يتجاوز الخطأ الذي وقع فيه الخالصي عندما رفض أو أفتى بعدم التعاون مع الحكومات التي تشكل الاحتلال البريطاني؟ أنا أعتقد أن السيد السيستاني تتبع أثر الفقه السني في الموقف من الدولة. فقهاء السنة عندهم فقه كبير وكثير ووافر عن الدولة. الفقه الشيعي عنده فقه ثورة مو فقه دولة، ما عنده شيء، لأن دولته مؤجلة إلى ظهور المهدي، فهو ما عنده دولة. أنا هواي أربط موقف السيد السيستاني بتجربة السيد عبد الرحمن النقيب، اللي يعني أقام سلطة هو اعتقد بها أنه لا يحفظ بها السنة من احتمال أن ثورة العشرين راح تؤدي إلى قيام حكومة شيعية، فسبقهم للتفاهم مع الإنجليز وصارت هذه، أي فكر بفقه الدولة لأنه سني. السيستاني ظاهرة غريبة في تاريخ التشيع، فهو يميل للدولة ويحفظ، لكنه لم يتدخل في شؤون الدولة ولم يدعو إلى نظام حكم شيعي، بس ما عنده مشروع ولاية الفقيه، بس عنده مشروع دولة، وهاي الدولة هذه هذا المشروع لم تتضح ملامحه، يعني لا في ظل التغيير ولا قبل التغيير. هو أكو خطوة الآن تتخذ إذا ما يطلع خبر أنه فلان زار السيد السيستاني، فلان كذا كذا، رجال السلطة والمسؤولين بها يزورون السيد السيستاني ويستأذنوه ويطوهو ليطري من خلال وكلاء يطري بالمعاهدة الأمنية، يطري بالتحالفات، يطري بالانتخابات. فالرجل هو ما يعني ما معتكف، مو مترهب، يعني لا صحيح، يعني هو ليس الخميني، يعني جزء صحيح ليس الخميني، بس ايضا هو ليس الخوئي، هو مو الخميني لكنه ليس الخوئي، انه احنا عندنا مرجعيتنا خاصه علينا الارشاد، يعني لا مصرف للعبادات 100% ولا ما تقول شو ما مصرف، هو امام شو ما مصرف، لا ليس للعبادات فقط، قول على اعتبار الدين عبادات ومعاملات، فهو لم ينصرف للعبادات 100% ويترك المعاملات، يعتبرها شؤون الرعيه، شؤون المسلمين، شؤون الاتباع، فهو يمارس عمله السياسي بشكل الان شبه مباشر، يعني بعض التعليمات تعطى يوميا للناس، وتصدر تعليمات اكثر من اي مرجع في تاريخ التشيع عدا الامام الخميني وتجربته المنفصله في اقامه الدوله. هذه انا اعتبر اقرب الى تجربه عبد الرحمن النقيب. اولى الدوله اهميه وما اولى للثوره والاحتجاج والمعارضات، ولهذا كان يميل للانتخابات مبكره، لسن دستور مبكر. روحية الإمام السيستاني واضحة في كل هالأمور. ماذا تعني أن الرجال الحكيم قد نسوه كما نسى صدام، كما نسى رجال صدام رجلهم؟ اي بعد اغتيال الحكيم ما طلعت دراسات عنه بعد فترة، يعني حتى بالأيام الأولى صوروا أنه المجلس سينتهي دوره وأن زعامته الكبيرة انتهت، فالمجموعة الرئيسية في المجلس ما كتبت عنه، ما تحدثت عنه، وأهمل مثل ما أهمل محمد مهدي الحكيم اللي هو أهم شهيد في عائلة الحكيم وأول سياسي في عائلة الحكيم. جماعة صدام نفس الشيء، يعني صدام حسين كان مخصص للإعلام ميزانية بعد وزارة الدفاع، كان عنده في كل قطر عربي مجموعة، في القاهرة، في عمان، في بيروت، هاي اختفت. وين المكتب الثقافة والإعلام؟ وين أتباع مكتب الثقافة والإعلام؟ وين الصحف اللي كانت تمول من العراق؟ ثقفوا البعث، التلفزيونات وينهم؟ معقولة ما حد يطلع يتكلم عن التلفزيون؟ يتكلمون الناس اللي هم ما اللي يعني إذا لم يكونوا
معارضين فهم ليسوا مع صدام. يعني انا وهارون محمد ومجموعه تحدثنا عن عنه بعد اعدامه، ما تحدث الياس فرح وينه ما ادري، ناصف عواد وينه ما ادري، الجماعه اللي اسمائهم ما اريد اذكرها لانه ما، لهذا انا من تجربتي مع الحزب ما انتقد الحزب كثيرا مثل ما انتقد مكتب الاعلام واللي وجه الثقافه توجيه خاطئ، وشفنا شلون كان وضعه يفتقر للوفاء لزعيمه، للشخص اللي البسهم الملابس وابنى لهم بيوت وخلى نسوانهم تسافر بجوازات دبلوماسيه وتمتلك سيارات، وما جابهم من 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 كل فج عميق، جابهم صدام حسين مكتب الاعلام وتنكروا له ولا ذكروا ولا كانه كان في يوم من الايام رئيسهم وزعيمهم اللي تحدثوا عنه كذا سنه، يتهموني انا يعني انا سويت صدام حسين بالوقت اللي انا مع صدام حسين وهو نائب، وما مسموح لصدام حسين يذكر بكلمه ما يذكر بها البكر مثلا، وان كان انا خرجت على القاعده. المهم فالاتباع بالحالتين هذول، لا اتباع الحكيم بعد اغتياله ولا اتباع صدام حسين بعد اعدامه، تحدثوا عنه. وما اعرف ليش انا تبنيت هذا الموضوع، انا كتبت رثائيه مثيره في جريده النهار نشرت في 8 ايلول 2003 نعم بعد اغتياله مباشره، حيث لا تدفن الرايات. 2007 لازم، لانه هو 2006 اعدام. لا اغتيال صد... اغتيال بك اغتيال ال... اغتيال الحكيم، الحكيم بال نعم. 2003 في الشهر الثامن نعم اغتيال الحكيم. وان كان يعتبر اعدام صدام حسين هو استمرار للمحاولات الإيرانية لاغتيال صدام حسين، فصدر قرار اغتياله من أمريكا ونفذ بأدوات إيرانية. أنت تسمي هؤلاء العريف والقصاب والكذا، يعني ما هي السلطة العراقية كلها في يعني في حتى في العهد اللي قبله وربما نعم القرن. متكلم على هذا الجانب، يعني ليس هناك يعني فارق كبير. دكتور متكلم عن هذا الجانب في كتابي دولة المنظمة السرية، قلت ما يلي. ذكر محمد جميل بيهم في كتابه الدولة العثمانية 33 صدرا أعظم رئيس وزراء كانت مهنتهم المباشرة قبل أن يكونوا في رئاسة الوزراء بين بستاني وسايس خيل وراعي راعي راعي حيوانات السلطان وياور رئيس الحرس مال السلطان، 33 واحد. انا حسبت ايضا 33 شخص في دولتنا دولة صدام حسين كانت وظيفتهم السابقة بين سجان وبين عريف وبين يعني من المهن هاي البسيطة. وشو شو شنو الغير؟ ليس سبة يعني، شنو السبة؟ لكن اكو مرحلة بين ان تكون قصاب وبين ان تصير رئيس تشريفات. ابن الماوردي كان يبيع ورد، والعلاف الفيلسوف العلاف الكبير المعتزلي كان يبيع علف، والنظام كان ينظم العقود. لكن هل هو تحول الى هالاسم الكبير هذا مباشره اعطي له، ام تدرب ودرس ومتين؟ انا ما امنع ان ابناء الفقراء يكونون، انا نفسي انا كنت اقول ما كنت صغير بعتلج ولو هي ماكو حكي، بس اريد اعزز من هذا المفهوم انه احنا اطفال كل شيء نشتغل، نبيع لون درما، نبيع شو المشكله فهد؟ شو المشكله؟ بس الحزب الشيوعي خلنا مدرسه، دخلنا مدرسه وتعلمنا وثقفنا وكذا وبقينا كتاب بدرجتنا هذه، ما تحولت راسا، ما تحولت راسا من قصاب الى رئيس بروتوكول، ما العلاقه بين القصاب ورئيس البروتوكول؟ شنو رئيس البروتوكول؟ كان قصاب او سايق سياره يصير سايق مالته يصير مدير عام مال وزاره يحكم الوزاره كلها، او كل واحد من عندهم جايب في السكرتارية أولاده حتى يسترون على سرقاته. نتكلم عن الفساد في حلقة مستقلة،